مسألة 7.39. في المسألة دي بيقول لي احسب الكاباستور فولتج لي عند تي أقل من الصفر وعند تي أكبر من الصفر، كل واحدة من السيركت دي. تعال نبدأ بالسيركت رقم إيه ونرسمها مع بعض. أنا عندي في رقم إيه عندي هنا مقاومة قيمتها 1 أوم، ماشي، وعندي هنا كاباستور. أول حاجة احنا هنرسمها عند التي أقل من الصفر. عند التي أقل من الصفر السويتش ده كان مقفول، يعني هو السويتش ده كان مقفول، وعند التي أكبر من الصفر اتفتح. فلما كان تي أقل من الصفر كان السويتش مقفول، فكانت الدايرة بالشكل ده. كان السويتش مقفول وكان عندي هنا مقاومة 4، وهنا مقاومة موجب سالب 20 فولت. طيب دلوقتي احنا عايزين نمشي خطوة. طبعا دي عبارة عن ار سي سيركت بس بمصدر جهد، تمام. هنعرف يعني ايه بمصدر جهد دلوقتي. طيب خطوات حل المسألة. اول خطوة عند تي اقل من الصفر بنجيب في اوف زيرو، يعني الفولت اللي على الكاباستور في اوف زيرو. طبعا بنخلي الكاباستور اوبن سيركت، القاعدة مكتوبة اهي، لازم نخلي الكاباستور اوبن سيركت، وهنجيب في اوف زيرو. تمام، احنا هنجيب في اوف زيرو الفولت اللي هنا موجب سالب. طيب الفولت اللي هنا ممكن نحسبه ازاي؟ طبعا الفولت اللي هنا هو نفسه الفولت اللي على المقاومة 1 أوم، يعني ممكن نقول ان الفولت ده هو نفسه الفولت اللي هنا، تمام، ونمسحه من هنا. بالتالي نقدر نستخدم الفولتج ديفيجن. هنلاقي ان العشرين فولت دي متقسمة على الأربعة وعلى الواحد، فممكن نكتب كده يوزنج فولتج ديفيجن، ماشي، في اوف زيرو بتساوي الفولت السورس الكلي اللي هو ب20 مضروب في المقاومه اللي انا بقسم عليها، اللي انا بحسب عليها اللي هي 1 على 1 زائد 4، يعني بتساوي 20 على 5، يعني بتساوي 4 فولت. يبقى الفي اوف زيرو بتساوي 4 فولت. طيب دي اول حاجه حسبتها، ان انا اجيب الفي اوف زيرو. نشوف الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها عند تي اكبر من الصفر، تمام، يبقى نرسم الدايره عند تي اكبر من الصفر. طيب نكتب كده فور تي أكبر من الصفر. طيب عند تي أكبر من الصفر في رقم إيه هيكون السويتش ده اتفتح، وطالما السويتش ده اتفتح يبقى الدايرة دي أو كأنها مقطوعة من هنا. يعني أنا دلوقتي السويتش بقى مفتوح فبقت أوبن سيركت، وطالما أوبن سيركت فالمقاومة دي كده ما بيمرش فيها أي تيار، فكمان المقاومة دي مش موجودة معانا، فاللي هيتبقى من الدايرة الجزء ده، تمام. يبقى فور تي أكبر من الصفر هيبقى عندي هنا فولت السورس قيمته موجب سالب 12 فولت، وهنا الكاباستور قيمته 2 فراد، تمام. وبعد كده عندي أو أنا آسف أنا كده نسيت ورسمت اللي تحت مش اللي فوق، دي 20 فولت، ماشي، وهنا مقاومة قيمتها 4، ماشي، وعندي هنا كاباستور قيمته كام؟ قيمته 2 فراد. بدي كده الدايرة عندي تي أكبر من الصفر، وبقيت الجزء الباقي من الدايرة مش موجود. طيب ليه بقى اسمها، ليه اسمها ستيب ريسبونس ار سي سيركت، وايه الفرق ما بينها وبين الفري سورس ار سي سيركت اللي هي مثلا احنا مقسمين بدون مصدر جهد وبمصدر جهد؟ بنعرف الدايرة انها ستيب ريسبونس ار سي سيركت او بمصدر جهد عند التي اكبر من الصفر بيكون في مصدر جهد. يعني تلاحظ ان هنا عند التي اكبر من الصفر لسه موجود في فولت السورس، ده معناها ان هي ستيب ريسبونس ار سي سيركت. بالتالي بنطبق مجموعه الخطوات اللي هنا. طب لو ما كانش في فولت السورس بعد ما قفلنا السويتش، لا كنا هنطبق مجموعه الخطوات اللي هنا، فده الفرق ما بينهم. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ نشوف كده بقيه الخطوات اللي عندنا. الخطوه اللي بعد كده عند تي اكبر من الصفر بنجيب الفي انفينيتي، الفي انفينيتي اللي على الكاباستور، ونخلي الكاباستور اوبن سيركت. يبقى احنا عايزين نجيب الفي انفينيتي اللي على الكاباستور. طبعا هنخلي الكاباستور اوبن سيركت. لما نخلي الكاباستور اوبن سيركت مفيش اي كارنت هيمر في المقاومه 4، ليه؟ لانها بقت اوبن سيركت، بالتالي المقاومه 4 مش هتبقى موجوده. بالتالي في انفينيتي هي نفسها كون الفولت اللي على ال 20، يبقى في اوف انفينيتي بتساوي 20 فولت، تمام. يبقى احنا كده جبنا برضو الفي اوف انفينيتي وجبنا الفي اوف زيرو. نشوف باقي الخطوات. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نجيب الار ايكوفالنت،
وفي الار اكوفالنت لما بنجيبها بنخلي اي فولت سورس شورت سيركت وبنخلي اي كارنت سورس اوبن سيركت. طيب يبقى احنا عايزين نجيب الار اكوفالنت اللي شايفها الكاباستور، يعني الكاباستور كان موجود هنا تمام. يعني لو خلينا لو رجعنا كده شويه ورسمنا الدايره، انا كان عندي هنا مقاومه كام؟ كان عندي مقاومه 4 والكاباستور كان موجود هنا، وانا عايز اشوف المقاومه اللي شايفها الكاباستور ده من هنا، وبنخلي اي فولت سورس شورت سيركت، يبقى الفولت سورس ده هخليه شورت سيركت. بالتالي ما عنديش غير مقاومه واحده في الدايره اللي هي المقاومه 4، يبقى الار ايكوفالنت هنا بتساوي 4 اوم. طيب كده جبنا الار ايكوفالنت، عايزين نحسب ايه تاني؟ خلاص احنا خلصنا الخطوه دي خلاص، بعد كده عايزين نحسب التاو اللي هي بتساوي ال على ار ايكوفالنت. يبقى قيمه التاو بتساوي ال، او انا اسف بقى احنا مش في المفروض ان دي ايه، التاو بتساوي انا اسف احنا هنا ار ايكوفالنت في سي، لان دي ار سي سيركت، ار ايكوفالنت في سي، ار ايكوفالنت في سي. طيب الار ايكوفالنت احنا جبناها ب 4، والسي في المساله بكام؟ السي في المساله هو مداني ب 2 فراد، يبقى في 2 يعني بتساوي 8 سكند، يبقى التاو هتساوي 8 سكند. خلاص كده احنا جبنا كل الحاجات المطلوبه مننا، نقدر نعوض في الدايره بشكل مباشر. اخر خطوه ان احنا هنعوض في القانون ده عشان نجيب الفي اوف تي. يبقى هنا نقدر نكتب بقى ان الفي اوف تي بتساوي في اوف انفينيتي زائد في اوف زيرو ناقص في اوف انفينيتي مضروب في اي، خلينا كده اتاكد من القانون مظبوط، اي اس سالب تي على تاو. خلاص احنا جبنا كل الحاجات نقدر نعوض بشكل مباشر، يبقى الفي اوف تي بتساوي في اوف انفينيتي جبناها بكام؟ جبناها ب 20 فولت، يبقى 20 زائد في اوف 0 جبناها ب 4 يبقى زائد 4، طبعا هنفتح قوس الاول، 4 ناقص في اوف انفينيتي ب 20 تمام، مضروبه في اي اس سالب تي على التاو، التاو جبناها بكام؟ التاو جبناها ب 8 يبقى على ال 8 تمام. يبقى اذا في اوف تي بتساوي 20 4 ناقص 20 بسالب 16، يبقى ناقص 16 اي اس سالب 1 على ال 8 تي تمام. يبقى دي كده قيمه في اوف تي النهائيه للمساله دي. طيب كده احنا حلينا السؤال او الجزء رقم ايه، تعالى نحل رقم بي، نمسح بقى كل اللي احنا عملناه ده كده ونحل رقم بي. هنكرر نفس الخطوات بالظبط، فالمره دي همشي بسرعه شويه تمام، نمسح بس الكلام ده. طيب ادي رقم بي، اول حاجه فور تي أقل من الصفر، عند التي أقل من الصفر الدايرة دي كانت مفتوحة، يعني هي كانت مفتوحة وبعدين رجعت اتقفلت، فعند التي أقل من الصفر السويتش كان مفتوح، فكأن الجزء ده كده من الدايرة مش موجود. يبقى لما هرسم الدايرة هرسمها من غير الجزء ده، يبقى أنا عندي فولت السورس موجب سالب قيمته 12، وعندي هنا كاباستور قيمته 2 فراد تمام، وقلنا مش هنرسم الجزء ده خلاص. يبقى أنا عندي هنا مقاومة 4، وعندي هنا كارنت سورس قيمته 2 امبير. وانا عايز احسب ايه؟ انا عايز احسب، احنا قلنا الخطوات ان اول خطوه بنحسب في اوف 0 على الكاباستور، وبنخلي الكاباستور اوبن سيركت، المفروض نخلي الكاباستور اوبن سيركت تمام، وعايزين نحسب الفي اوف 0 اللي عليه. طيب تمام، طيب الفي اوف 0 المفروض ان هو بيساوي الفولت اللي عند النقطه دي ناقص الفولت اللي عند النقطة دي، ولتكن مثلا نسميها في اكس، يبقى في اوف زيرو كده المفروض ان هي بتساوي الفولت اللي عند النقطة دي اللي هو ب 12، يبقى 12 ناقص الفولت اللي عند النقطة دي اللي هو في اكس. طيب في اكس ده بيساوي ايه؟ في اكس ده احنا عندنا الكرنت 2 امبير هو كله نازل على الاربعة، لان الدايرة مقطوعة من هنا فالكرنت كله ماشي في الاربعة، يبقى الفي اكس دي بتساوي 2 في 4، يعني ال V of 0 بتساوي 12 ناقص 2 في 4 يعني ناقص 8 يعني بتساوي 4 فولت، يبقى في الآخر V of 0 بتساوي 4 فولت تمام. يبقى احنا كده قدرنا نجيب ال V of 0.
تمام كده بقى نقدر نشتغل عند تي اكبر من الصفر اللي هي الخطوه اللي بعد كده عشان نجيب البي انفينيتي. طيب عند التي اكبر من الصفر ايه اللي هيحصل؟ السويتش ده هيتقفل. طيب لما السويتش ده يتقفل ده هيكون شورت سيركت، ولما يكون ده شورت سيركت ايه اللي هيحصل؟ كأن المكثف ده اتوصل هنا كده، وكأن الجزء ده من الدايرة اتعزل عن الدايرة. يعني انا عايز احسب على الكاباستور، فهو ده الجزء اللي موجود عندي وده مش موجود. يعني لما اقول كده، لما اجي ارسم الدايرة عند تي اكبر من الصفر، هيبقى عندي الفولت السورس موجب سالب 12، تمام، وعندي الكاباستور بقى متوصل بالجراوند اللي هو قيمته 12 فراد، وباقي الدايرة متوصلة هي كمان، بس أنا مش محتاج باقي الدايرة في حاجة. ليه؟ أنا بحسب على الكاباستور، أنا عايز أحسب في إنفينيتي على الكاباستور. يبقى الفي إنفينيتي اللي على الكاباستور هي نفسها إيه؟ هي نفسها الـ 12 فولت. يبقى الفي أوف إنفينيتي بتساوي 12 فولت. طيب حسبنا الفي أوف إنفينيتي، نشوف الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده احنا عايزين نحسب قيمة الـ R equivalent. الـ R equivalent وهنخلي أي فولت سورس شورت سيركت وأي كارنت سورس أوبن سيركت. طيب طبعا الأول بس عايز أوضح ليه ده ستيب ريسبونس RC سيركت مش فري سورس RC سيركت، وبالتالي طبقنا الخطوات اللي هنا، لأن احنا عند تي أكبر من الصفر بقى موجود عندنا فولت سورس، عشان كده ده ستيب ريسبونس. طيب لو ما كانش فيه فولت سورس كنا هنقول ان ده فري سورس وكنا نطبق الخطوات اللي هنا. طيب احنا قلنا دلوقتي عايزين نجيب الار ايكوفالنت. لما نجيب الار ايكوفالنت هنخلي يعني تعال نرسم الدايره تاني كده بعد ما نجيب الار ايكوفالنت. طبعا احنا نسينا ان احنا عندنا مقاومه هنا 3 اوم ما رسمناهاش. طب لحظه، يعني واحنا بنجيب الفي انفينيتي، تعال نرجع تاني كده. كان في هنا مقاومة بتلاتة أوم اللي هي المقاومة اللي تحت دي. طيب دلوقتي احنا قلنا ال عند V of infinity الدايرة دي أو الجزء ده بقى شورت سيركت. طيب لما بنجيب ال V of infinity لازم نخلي الكاباستور أوبن سيركت، يبقى احنا عايزين نجيب ال V of infinity هنخلي الكاباستور أوبن سيركت، وعايزين نجيب ال V of infinity هنا. طيب طالما الكاباستور اوبن سيركت يبقى مفيش اي كارنت هيمر في المقاومه 3 اوم، بالتالي كانها مش موجوده، يبقى برضو الفي اوف انفينيتي مش هتتغير، هتبقى هي برضو بتساوي 12 فولت. تمام. طيب بعد كده عايزين نجيب الار ايكويفالنت. الار ايكويفالنت يبقى احنا كان عندنا نرجع الدايره زي ما هي، كان عندنا هنا مقاومه 3 واحنا عايزين نجيب الار ايكويفالنت اللي شايفها الكاباستور من هنا، وعشان نجيب الار ايكوفالنت بنخلي اي فولت سورس شورت سيركت، يبقى نخلي الفولت سورس ده شورت سيركت، بالتالي الار ايكوفالنت او المقاومه الوحيده اللي انا شايفها هي المقاومه 3 اوم، يبقى الار ايكوفالنت بتساوي 3 اوم. جبنا الار ايكوفالنت. ايه الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها ان احنا نجيب قيمه تاو اللي هي بتساوي ار ايكوفالنت في سي. يبقى التاو بتساوي ار ايكوفالنت سي، والار ايكوفالنت ب 3، والسي في المساله بكام؟ السي في المسألة ب 2 فراد، يبقى 3 في 2 يعني بتساوي 6 سكند، يبقى التاو بتساوي 6 سكند. خلاص جبنا التاو. الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها خلاص ان احنا نعوض في القانون النهائي اللي هو في اوف تي. نكتب هنا كده بقى في اوف تي بتساوي في اوف انفينيتي زائد نفتح قوس في اوف زيرو ناقص في اوف انفينيتي، نقفل القوس، كل ده مضروب في اس سالب تي على تاو، يعني بيساوي في اوف انفينيتي حسبناها ب 12 زائد في اوف زيرو حسبناها ب 4 ناقص في اوف انفينيتي يبقى ناقص 12 مضروبه في اي اس سالب تي على التاو، والتاو حسبناها ب 6 يبقى 1 على 6، يبقى الفي اوف تي بتساوي 12. بعد كده 4 ناقص 12 ب 8 يبقى ناقص 8 اي اس سالب 1 على 6 تي. يبقى دي كده النتيجه النهائيه للمساله دي، ان الفي اوف تي بتساوي 12 في اس سالب 1 على 12 ناقص 8 اي اس سالب 1 على 6 تي.